دايما بنتكلم في فكرة ضياع الفرص، والحقيقة الأهلي في الفترة اللي فاتت ديت أكتر من فرصة يعني ضاعت منه للأسف. في مباريات مهمة زي ديت الفرص قليلة، وعلينا أن نستغل حتى كما يقال أنصاف الحلول. كلام مظبوط. وفي نفس الوقت حضرتك متفائل جدا جدا، قول لي بقى الثقة دي والتفاؤل ده جاي من ايه؟ جاي من النادي الاهلي. لا بصرف النظر عن حتى المواقف المشابهة اللي عدت على الاهلي 2014، حضرتك ذكرت 2012 و2001، فمواقف الاهلي كتير زي ما احنا بنتكلم كتير. بس الاهلي يعني انا بتكلم فكرة الفرص الضائعة دي، الحقيقة ازاي الاهلي يستغل كل فرصة حقيقية يعني قدامه بكره ان شاء الله، قدام ده بكره. ده 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 الامل. واحنا بنتمنى ان ما اعتقدش الفرص اللي ضيعناها طب في الماتش يعني الاول. معلش هقطع حضرتك، اتفضل يعني برضو نعرف الساده المشاهدين حضرتك البوزيشن كنت بتلعب ايه. عشان انا كنت ميد فيلد. وسط ملعب. لعبت وسط ملعب ولعبت راس حربه. لعبت ميد فيلد ولعبت راس حربه ولعبت راس حربه ولعبت وينج ليفت. طيب بنتكلم على راس الحربه وسهام، السؤال مرتبط بيه ضياع الفرص بالنسبه لروس الحربه للنادي الاهلي، وانت كنت راس حربه في وقت من الاوقات. هل هي عمليه فقدان ثقه؟ هل هي عمليه نقص تدريب؟ هل هي عمليه ضغوط؟ شايف الجزئيه دي ازاي من خلال طبعا وجودك كمان في النادي الاهلي كراس حربه في وقت من الاوقات؟ توفيق. توفيق. توفيق من عند ربنا. راس الحربه ممكن لو نفتكر ماتش من الماتشات كان محمد بركات في الاسماعيلي اظن، كان كل ما يلمس الكوره تخش جون، هو نفسه استغرب. هو بركات بقى. لا بركات ده حاجه، فهي توفيق من عند ربنا. صحيح. ربنا وفق في اليوم دوت، هتلاقي الامور مشيت. احنا ما كناش متوقعين ان هاجي فينا جونين من الفرقه دي. انا اعتقد ان احنا مضيعنا اهداف اكتر من مباراه ضيعنا فيها اهداف ماتش فيدا كلاب اللي كان في مصر، وكنا منتظرين. فالتوفيق من عند ربنا، ولاعيبتنا كلهم عندنا ثقه فيهم ان هم يقدروا يعدوا المباراه ديت ويقدروا يسجلوا بتوفيق ربنا. كل حاجه بتوفيق ربنا. اكيد اكيد كل حاجه، لكن احنا بنعمل اللي علينا، بنتمرن. لو كنا جبنا جون واحد بس وخدنا الماتش كان الوضع اختلف تماما، كان الموضوع بقى سهل حتى. اختلف تماما يعني مستوى الضغوط يعني. طبعا طبعا طبعا. فان شاء الله احنا كلنا ثقه في لعبتنا بكره ان شاء الله ان هم هيفرحونا كالعاده، وان شاء الله هنعدي وباذن الله العشره الاهلي.